موافقت على أن جزءا من هذه الموارد يمكن بل يجب استخدامه من قبل المؤسسات البيلاروسية من أجل أن يكون لديها إمكانية الإنتاج إلى أسواق دول أخرى. وطبعا هذا من مصلحة روسيا أيضا، أخذين في الحسبان تعاوننا. ما يخص مواضيع الأمن، فصحيح في أوروبا الأمريكيون يحتفظون ب200 وحدة ذخيرة نووية، أغلبها قنابل ذرية، في ستة بلدان أوروبية تنتسب إلى الناتو، ومن أجل استخدامها المحتمل تم تجهيز 257 طائرة، لا تقتصر على الطائرات الأمريكية، يعني خارج الولايات المتحدة في أوروبا. أما روسيا فليس لديها قواعد. طبعا فيما يخص الرد بالمثل، أعتقد أن لا داعي لهذا حاليا، لكنني أتفق معكم تماما في أنه يجب أن نضمن أمن بلدنا، الدولة الاتحادية وربما الدول الأخرى المنتسبة إلى منظمة اتفاق الأمن المشترك. الجيش البيلاروسي لديه عدد من طائرات سو-25، هذه يمكنه تجهيزها. سو-25 يمكنه تطويرها، مع أن هذا التحديث يجب أن يجرى في مصانع بناء الطائرات في روسيا، يمكن الاتفاق حول هذا، ومن ثم تدريب الطيارين. ثم كما اتفقنا خلال الأشهر القادمة سنقدم إلى بيلاروسيا منظومات تكتيكية صاروخية إسكندر إم التي تستطيع أن تستخدم صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة سواء عادية أم نووية. وأرى أن نكلف وزارتي الدفاع ورئيسي طبعا. أما ما يخص ورؤساء الأركان أن يناقش هذا. ما يخص المواضيع الاقتصادية، أقترح أن نعود إلى الموضوع الأكثر أهمية، وهو موضوع الأغذية وموضوع توريد الأسمدة إلى الأسواق الدولية. نحن نتواصل تواصلا وثيقا مع المؤسسات المعنية في الأمم المتحدة، وأود إبلاغكم حول هذا. ليست لدينا مشاكل بتوريد الحبوب والأسمدة. تماما، هذا ما كنت أريد مناقشته معكم، لأن الكثير من شركائنا يطلبون منا زيادة التوريد، فيجب مناقشة بعض التفاصيل المتعلقة باللوجستيات.